جديد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لمتابعة الجولة الثانية من هذه المقابلة، مقابلة الإياب برسم إقصائيات كأس العالم. وكما هو معلوم فالجولة الأولى انتهت لصالح المنتخب المغربي بإصابة لصفر، سجل الإصابة اللاعب تيمومي في الدقيقة 37. الانطلاقة إذن في هذه اللحظات ستكون للمنتخب المصري الذي أصبح يلعب من اليمين إلى اليسار من شاشتكم. حتى الساعة لم نلاحظ أي تغيير في صفوف الفريقين. إذن انطلقت المقابلة قذفة من مجدي عبد الغني، مرة أخرى مجدي عبد الغني تتمشي عند الظلمي، الظلمي عزيز، دائما الكرة عند عزيز، عزيز ناز الخصم ديالو بالرغم من التدخل ديال الخصم، والشرط لصالح المنتخب المصري. ينفذ الشرط هو ربيع ياسين، قذف ربيع ياسين ومرة أخرى خطأ ديال بيدان. دون شك فكل مدرب اعطى التعليمات الان في هذه الجوله بعد التغيير اللي وقع في النتيجه لعناصر الفريق ديالو. تتلاحظوا اندفاع ديال الفريق المصري بحثا عن هدف التعادل، الا ان نفس التعليمات ربما اعطاها المدرب. هذا خطا اخر ديال بيدان، كاد يشكل خطوره على مرمى الحارس زكي، لانه لاحظت انه كان مره اخرى غادي يستعمل اليد ديالو، الا انه تدارك الخطا في اللحظات الاخيره وخلى الخصم يمشي بالكره، اللي هو اللاعب عماد سليمان. للواقع انه توفر على امكانيات عاليه بدون شك. فالمدرب اعطاه المدرب سيد فاريا نبهوا لهذه الاخطاء اللي ترتكب عندما تكون الكره عند اللاعب عماد سليمان الجناح الايسر للمنتخب المصري. قذف الزكي، كرة عند المنتخب المصري ولكن عند بيدان الظلمي، الظلمي في اتجاه عزيز ولكن كانت مع ابراهيم يوسف. بويحيوي الظلمي، اقول تيمومي عفوا، تيمومي عند الظلمي الان. حداوي دون شك غيمر المريس، بالفعل المريس في وضع ممتاز لانه اصبح كجناح ايسر. المريس خرج اتجاه كريمو بالراس ولكن تدخل الحارس، ولكن الحداوي تضيع، تباطا ما كانش منتظر الكره تجي عنده. شوقي حسينه الحارس الزكي، المريس، حداوي، اقول الظلمي عفوا، الظلمي في اتجاه المريس لكن بعيد عليه. مره اخرى تدخل المريس اللي خرج عند كريمو بالراس ولكن الحارس اكرم يتدخل. في نفس الوقت الحكم يعلن على خطا ضد كريمو. علي شحاته، شوقي غريب، علي شحاته، ابراهيم يوسف، شوقي غريب، ابراهيم يوسف ولكن ضائعه في الشرط. حكم تطلب من حسينه باش ينفذ الشرط من المكان اللي خرجت منه الكره. اللي نفذ الشرط هو المريس لعند حسينه، الحسينه البوحيوي. ظلمي اتجاه عزيز، تدخل الدفاع،
مجدي عبد الغني، شوقي غريب، حداوي، حداوي دائما محتفظ بالكرة، عزيز، عزيز في اتجاه كريمو، كريمو تمكن من الكرة، خالد البيض، خالد البيض عند كريمو، كريمو تمريرة في اتجاه الحداوي، لمريس، ظلمي، عزيز، حداوي، عزيز، فضلي رواغ في الوقت اللي كان غادي يقذف فائده بفضلي رواغ، بيدان، ظلمي، كريمو، وقذفه من عزيز، مفاجئه ولكن تتمشي بعد شيء محاديه المرمى ديال الحارس اكرم. هذا عزيز اللي كان وراء القذفه القويه، الواقع انها كانت مفاجئه، اعاده تتلاحظوا الوقت اللي كانت مشيت بعيده عليه، قذف الحارس كان في الجهه اليمنى من المرمى والكره القذفه مشات في الجهه اليسرى، الا انها تمشي بعض الشيء بعيده على المرمى ديال اكرم. ابراهيم يوسف، شوقي غريب، شوقي غريب من جديد، لمريس، مشى عند رقم 12 اللي هو طاهر ابو زيد، لمريس، دخل وحسينة، الحارس الزكي، لمريس، تيمومي، مسجل الاصابه الوحيده لحد الساعه اللي عرف هذا اللقاء، بيدان، تيمومي، حداوي، تيمومي، ظلمي، لمريس، بالفعل كان في وضع ممتاز، عنده واحد الملاحظة ممتازة الظلمي، كرة تمشي دائعة للشرط، إذا الشرط لفريق المصري، شوقي غريب، مجدي عبد الغني، من وراء الحارس إكرامي، إبراهيم يوسف، إبراهيم يوسف عند شوقي غريب اللي رجعها لإبراهيم يوسف، طاهر أبو زيد، وخطأ، تنفذ بسرعة إبراهيم يوسف، وضربة مرمى. حاول سبعتاشر دقيقة على ما أعتقد على انطلاق الجولة الثانية، النتيجة لا تزال هي إصابة للسفر لصالح المنتخب المغربي، وأذكر بأن هذه المقابلة مقابلة الإياب تشاهدها معنا الجمهور ديال الأشقاء في تونس وفي قطر والإمارات وأيضا بعض الدول الأخرى دول الخليج بجانب الأشقاء في مصر. كان هناك خطأ، لمسة يد وتنفذ بسرعة، بوحيوي، الزكي، ظلمي، ظلمي عند عزيز، ظلمي، لمريس اللي ما تمكنش من الكره مشات ضائعه للشرط، اللي غينفذ الشرط هو علي شحاته، ابراهيم يوسف، علي شحاته، وضاعت الكره الشرط لان الشرط للمنتخب المصري. حداوي مرة أخرى الشرط،
محاولة ضائعة للمنتخب المصري. إذن ضربة مرمى بوحيوي اتجاه كريمو، لكن كان هناك حمادة صدقي اللي كمل الحارس إكرم. حسينة، أيمن يونس، شوقي غريب، المريس، وخطأ. تنفذ خطأ بسرعة الحداوي. عزيز، عزيز كريمو، عزيز ما كاينش شروط، ما كاينش شروط تماما، والحكم شرط لن رفع العلم ديالو معلن على شروط اللي هو شروط خيالي. احنا في وضع ممتاز للحكم وللتدخل ولابداء الراي في هاد، وان كان الحكم هو صاحب القرار النهائي. تلاحظوا هذه اعاده، ما كاينش شروط تماما، ما كاينش شروط. ابراهيم يوسف، مجدي عبد الغني، ايمن يونس، خالد البيض، خالد البيض، ولكن تباطأ في القات، ستمشي عند تيمومي، جمعوه من الخلف، ولكن الحكم ما لنش على خطأ. بالفعل ما كانش هناك خطأ، لأنه فقد توازن ديالو تيمومي وضعت له الكرة. طاهر أبو زيد، إبراهيم يوسف، ربيع ياسين، ربيع ياسين، ظلمي، بدان، جمال عبد الحميد، عماد سليمان، والبوحيوي الشرط. جمال عبد الحميد، خالد البيض، عزيز. حكم يعلن الخطأ ضد إبراهيم يوسف. إبراهيم يوسف هو اللي تنشاهدو سقط الأرض اللي تحمل رقم 6، وأيضا تلاحظوا أيضا التوعك ديال اللاعب عزيز. هذا اللاعب تيمومي على الصورة. إعادة للشروط الخيالية اللي يعني للحكم. إذا من المقابلة من باقا متوقفة، الحكم تلاحظوا أنه تيشير باش إذا بغى يتلقى الإسعافات يغادر الملعب خارج المربع، إذن خارج ميدان اللعب. ربما التوعك ديال ابراهيم يوسف خطير، حيث ان تنشوف الحكم الرابع حكم الشرط تينادي على الاسعاف باش يدخل حمل ابراهيم يوسف. وكما هو معلوم فابراهيم يوسف بسبب التوعك ما شاركش في لقاء الذهب اللي كان دار بمصر منذ حوالي 17 يوم، لأن الإصابة. إذن بعد ما تلقى الإسعافات فهو يتابع اللقاء.
هذا هو إبراهيم يوسف، العناصر الممتازة في الدفاع ديال المنتخب المصري. إذن يستأنف اللاعب المريس، المريس الحداوي قذف، ولكن الدفاع تمشي كرة عند حمادة صدقي اللي سلمها للحارس إكرامي. حمادة صدقي والشرط، حيث أن تلاحظوا غيوقع تغيير في صف المنتخب المصري، غيخرج إبراهيم يوسف وغيدخل رقم 13 اللي هو محمود صالح. أول تغيير في صفوف المنتخب المصري، رقم 13 محمود صالح اللي تدخل مكان إبراهيم يوسف. بيدان عزيز خالد البيض، بيدان اللي خرج خرجة ممتازة في اتجاه الحداوي، ولكن مشات ضائعة. علي شحاتة عند جمال عبد الحميد، شوقي غريب الوراء عند جمال عبد الحميد، مجدي عبد الغني، ظلمي دائما غادي بالكرة، ظلمي عند عزيز اللي عنده الكرة دائما، تيمومي، حداوي دائما عنده الكرة، غيقذف، لا بالفعل قذف، ولكن الدفاع تدخل، تمشي عند رقم 16 اللي هو أيمن يونس. علي شحاتة وكريمو فرصة ممتازة، ولكن تشوف حاكم الشرط كان رفع العلم ديالو لأنه تتراجع في الوقت اللي حكم الوسط، ما انتبهش الحكم الشرط. جوج العناصر سقط الأرض، إكرامي حارس مرمى المنتخب المصري وكريمو ربما اللي صابوا بتوعك على إثر الصدام اللي وقع لهم قبل لحظات. ربما غنشاهدوا الإعادة ديال هاد المحاولة اللي انتهت بهاد الصدام اللي وقع بين العنصرين. كريمو في وضع ممتاز، والحارس اللي كان تأخر بالفعل وكان وقع هاد الصدام وكان اللي وراء الخطأ هو الحارس. ومن جديد المقابلة متوقفة، الوقت تنشاهدوا شوبير الحارس الاحتياطي الثاني في الحركة التسخينية لكريمو. إذن ما تصابش بشي توعك في الوقت اللي دائما إكرامي سقط الأرض، وممرض الفريق تقدم دائما الإسعافات. خالد البيض اتجه من هنا في الكاميرا ديال التلفزة، الحكم ديال الوسط متجه عند حكم الشرط، ربما غادي ربما لاحظ بعض الشيء حكم الشرط فتوجه الحكم سطلها. وربما إذن تلقى بعض المضايقات من الشرط ديال المنتخب المصري. هذا جانب من الجمهور اللي تحضر هذا اللقاء، وبالتقدير فهاد الجمهور اللي جا اليوم لتتبع هذا اللقاء يتجاوز 50,000 متفرج.
إذن يستأنف اللاعب من جديد كريمو، ولكن تدخل الدفاع. عزيز ضاعت له الكرة، حسينة والشرط. يغنى في الشرط هو ربيع ياسين رقم 3 المدافع الأيسر عند أيمن يونس، اللي أيضا بدوره خدا إنذار. ربيع ياسين وبدان بدان تدخل، أو الظلمي، عفوا الظلمي هذا هو اللي كان دخل. أيمن يونس وخطأ. المستوى ديال هذه الجولة الثانية نزل كثير على ما كان عليه في الجولة الأولى. عماد سليمان وقدفة قوية، خطيرة هذه المحاولة ديال الزاكي اللي كان مغادر المرمى ديالو. أخطر محاولة تحت للمنتخب المصري هاد اللحظات هذه، وربما غادي نشاهدوا الإعادة اللي كان وراء هذه المحاولة. وطاهر أبو زيد تشاهدوا على الصورة إعادة الآن، وفي الوقت اللي لاحظ أنه الزكي خارج من المرمى ديالو فضار بالكرة وقذف اتجاه الشباك، إلا أن المحاولة ديالو تمشي بعض شيء عالية على المرمى ديال الحارس الزكي. لمريز حداوي بويحيوي بويحيوي زكي تيمومي وخطأ، خطأ لصالح تيمومي. عزيز ظلمي حداوي اللي تسرع عملية القذف. إكرامي الآن، الكرة عند إكرامي. وخطأ، خطأ ضد المريس اللي غياخذ انذار. ويستعد عنصر اخر من المنتخب المصري اللي هو علاء نبيل رقم 7 خارج الملعب، ربما لتعويض احد الاصدقاء ديالو في خط الهجوم، لان الان امام المدرب سيد الوحش فقط فرصه واحده هو تعزيز خط الهجوم بحثا عن هدف للتعادل. يعني في الخطا هو مجدي عبد الغني. مجدي بن عبد الغني عند علي شحاته والشرط، جات الكره الشرط. الزكي مره اخرى الحكم تطلب من تطلب تنفيذ الشرط من المكان اللي خرجت فيه الكره، وحكم الشرط يشير بان هناك احد العناصر يستعد للدخول، لان حكم وسط المرمى ما شافوش. بوحيوي الزكي وعشرين دقيقة من الشوط الثاني، 1-0 دائما لصالح المنتخب المغربي. خالد البيض وتدخل ديال ربيع ياسين والشرط. إذن تغيير آخر، خروج رقم 8 اللي هو شوقي غريب
ويعوض باللاعب علاء نبيل. إذن هذا هو ثاني تغيير في صفوف المنتخب المصري. أول تغيير هو كان خروج إبراهيم يوسف ودخول محمود صالح، والتغيير الثاني هو دخول علاء نبيل مكان شوقي غريب. تيمومي، وخطأ ضد تيمومي وشوقي. خالد البيض، بوحيوي، حسينة، ظلمي، بيدان، ظلمي، عزيز، ربيع ياسين، جمال عبد الحميد، بيدان، وخطأ لصالح بيدان. انه قفز الكره اكثر من اللازم اللاعب مجدي عبد الغني، الشيء اللي خلى الحكم باش يدخل على الاخر. حداوي، بيدان، ولكن بعيد عليه، كان اقرب اللاعب علي او اللاعب محمود صلاح واللي خلى الكره تمشي خارج الملعب. اذا ضربه مرمى. عشرين دقيقة على الشوط الثاني، دائما 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي أمام الفريق المصري. مرة أخرى سوء تفاهم بين أحد العناصر والحداوي، يصبح هجوم مضاد خطيرة عند رقم 11 اللي هو من أبرز العناصر عماد سليمان. أخيرا تدخل مريس، والحكم تعلن على ضربة خطأ. لأن اللاعب محمود صالح دخل بقوة من الخلف. الحكم تعلن على ضربة خطأ. ضربة خطأ غير مباشرة داخل المعترك. اعتقد بان الزكي قبط الكره ودفعها قدامه، مره اخرى قبطها، الشيء اللي اصبح مساله غير مسموح بها. ضربت خطا خطيره الوقت اللي وصلنا لحوالي 28 دقيقه. خص اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي يحتطوا كثير من طار ابو زيد رقم 12. شادو الزكي وضع الجدار، خطأ غير مباشر. دوش أن مجدي عبد الغني غيدفع الكرة لطاهر أبو زيد، كرة صعيبة هذه. بالفعل قذف بقوة ولكن ضربة ظهر تيمومي مشات لعنده، وصبح هجوم مضاد للفريق الوطني المغربي. ممتازة عند عزيز، عزيز هجوم مضاد ديال عدد العناصر. عزيز دائما تشوف لما غيدوز الكره بغى يدوز بوحدو، احتفظ اخيرا دوز الجهه اليمنى عند بيدان. بيدان احتفظ كثير وغير الاتجاه عند تيمومي. تيمومي تشوف لما غيمرر، تيمومي عند المريس، المريس تمريره عاليه مشات لعند البيض، البيض بوحدو مرار، ولكن ضربات في اللاعب حماده صدقي. هذه كانت فرصة ممتازة ديال الفريق الوطني المغربي، لأن إصابة ثانية غتريحنا وتريح كل المشاهدين المغاربة اللي تتابع معنا هذه المقابلة، لأن إصابة واحدة للصفر شيء غير كافي، هذا هو الواقع، لأن أي حملة مضادة تدخل الكل على أعصابه. إذن ولا بد من إصابة ثانية نوعا ما تتريح حتى اللاعبين، هذا هو الواقع، لأن الشوط الثاني المقابلة ما عرف شيء، واحد النوع من الفنية، ولكن هذا شيء طبيعي لأن الكل على أعصابه، الكل خايف في هذه المقابلة. تيمومي كرة دائرية داس على مجموعة اللاعبين، عزيز المريس سوء تفاهم مع عزيز، خدا أحد اللاعبين من الفريق المصري اللي هو طاهر أبو زيد، تمتاز التقنية ولكن خداه مرة أخرى المريس لعند عزيز.
جانبه الظلمي، تسلم الكرة بوحياوي، بوحياوي ضربات الكرة في أحد اللاعبين مرة أخرى من حسن حظ البوحياوي أنها رجعت في اتجاه ديالو، وأخيرا تيردها للزكي. خمسطاش دقيقة فقط على نهاية المقابلة، 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي. تيمومي رد الكرة مرة أخرى للزكي محاولا باش يربح على الأقل واحد بضع ثواني، فبعيدة من الزكي. الحكم مش غادي يقول شرط لفائدة الفريق الوطني المغربي. اللي خرج كرة الشرط هو الظهير الأيسر ربيع ياسين. خالد بالفعل كان تيقلب على ضربة زاوية، وبالفعل تمكن ضرب الكرة على ربيع ياسين. ضروري انه خص اصابة ثانية. 1-0 دائما كما قلت يعني غادي يخلي كل شيء يتبع المقابلة على اعصابه. تيمومي قطفة دائرية، ضربة البيض ولكن خرجت خارج المرمى. إكرامي بسرعة عند حمادة صدقي، ربيع ياسين هجوم ضد ديال الفريق المصري. تمريرة خطيرة الجهة اليمنى فارغة، تدخل أخيرا التيمومي. عزيز قدامه الظلمي، يعني بغى يدير يعني لعبة زايدة وصافي. الابيض ارتبك وضع ثاني الكره اخيرا بيدان جاو ضربها على احد اللاعبين. في الواقع انه فقط تنشاهدوا الان يعني غير محاولات فقط لدفع الكره في اتجاه المرمى ديال الفريق المصري، يعني بدون ما كاينش هناك شي تركيز. نفس الشيء بالنسبه للفريق المصري، يعني هذا يعني الوقت الحرج من المباراه، لان كل واحد تيبان له التاهل هنايا. الفريق الوطني المغربي الحفاظ على هذه النتيجه، الفريق المصري تيحاول الوصول الى شباك الفريق المغربي. ربيع ياسين مره اخرى، ربيع ياسين عند رقم 16 أيمن يوسف أو يونس. ربيع ياسين شرط، لا ما خرجاتش، بالحكم ديال الوسط هو اللي على شرط. الفريق المصري مدافع بكل قوة، تمريرة بعيدة زاد عند تيمومي، والبويحي تيبعد الكرة في اتجاه كريمو. مرة أخرى الكرة عند الفريق المصري. شرود بالفعل، شرود ديال ثلاثة ديال العناصر، فرصة باش على الأقل يسترجعوا اللاعبين النفس ديالهم من هذه المرحلة اللي عرفت واحد النوع من الارتباك بين أفراد الفريق الوطني المغربي. وأكرر أن هذا الارتباك يعني فقط حاصل لأن الوقت تيمر، ويعني اللاعبين تيصيبهم نوع من الارتباك والخوف. المريس حسينة، انذار اخر هذه المرة احد اللاعبين من الفريق المصري اللي هو رقم 7 بيدخل قبل لحظات علاء نبيل. احد اللاعبين من الفريق الوطني المغربي تيستعد. نفذ الخطأ في اتجاه عزيز بالرأس، مشات لعند حمادة صدقي كملها الحارس. إكرامي قدفة بعيدة من إكرامي، سد الكرة لمريس الحداوي. تيمومي كاين حتى شي واحد في الجهة اليسرى. و 30 دقيقة، كرة بعيدة بوحياوي بالرأس،
كريمو دورمي 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 لعند عزيز في الجهه اليمنى بعيد عليه شويه الكره دا رقم 13 محمود صالح دائما الكرة عند الفريق المصري مرة أخرى محمود صالح علي شحاتة تميرة بعيدة طارق طاهر أبو زيد عنصر ممتاز حكم علينا ضربة خطأ لفائدة الفريق المصري مجدي عبد الغني هو اللي غادي ينفذ ضربة خطأ فعالية لعند الزكي الزكي طلق الكرة ديالو ولكن حسن الحظ ان احد اللاعبين المصريين دفعوا من الخلف في الوقت اللي الحكم اعلن على ضربة خطأ غادي يوقع الان تغيير رقم 16 من الفريق الوطني المغربي اللي هو فخر الدين مكان خالد البيض دقيقة 30 ثانية فبعيدة من الزكي عند عزيز تمكن منها لكن أخيرا جاء أحد المدافعين اللي هو علي شحاتة وكمل الكرة للحارس بسرعة لعند علي شحاتة مرة أخرى رد الكرة لإكرام تبعيد الإكرامي في اتجاه طاهر تسدى الكرة لحسينة كريمو كريمو العزيز عزيز أمو فقط لاعب واحد مشى الجهة اليسرى عزيز مشى إصابة إصابة الثانية ديال عزيز بواحد المجهود فردي إصابة ديال عزيز في الدقيقة 37 من الشوط الثاني لاحظوا عزيز كيفاش مشى والدور اللي لعبوا كريمو لاحظوا هذه الإصابة بحال ديال الإصابة ديال فالكاو نهار إيطاليا أن كريمو دا معاه جوج ديال المدافعين وعزيز مشى للجهة اليسرى وقذف في الجهة اليسرى أيضا للحارس إكرامي إذن جوج ديال الإصابات للصفر يمكن نقول بأنه أحسن مكان في المقابلة هو جوج ديال الإصابات الإصابة ديال تيموني في الدقة 37 وأيضا الدقة 37 الشوط الثاني تسجل الفريق الوطني المغربي إصابة ثانية إذن الفريق الوطني المغربي كان محظوظ مع الدقة 37 إصابة في الدقة 37 في الشوط الأول إصابة في الدقة 37 في الشوط الثاني وإصابتين يعني يمكن نقول بأنهم الآن ضمنوا الفريق الوطني المغربي التأهل لآخر دور من إقصائيات كأس العالم في الوقت الآن 38 دقيقة يعني أنه تشوف أنه من الصعب على أن الفريق الوطني المغربي يكون بسهولة بما كان أمام اللاعبين ديال الفريق المصري يمكن القول بأنهم خذوا الكرة تحكموا فيها في بعض الوقت ولكن ما تحت لهمش أي فرصة للتسجيل يمكن نقول بأنها كانت فرصة واضحة الفريق المصري ومجدي عبد الغني يكمل الكره لحارس اكرام كره بعيده تسدى لها حسينه بالراس شرط لفائده الفريق المصري نفذ بسرعه كره عاليه تسدى الدرمي البويحيوي اخيرا بعت بيدانتي بعد كره عزيز كريمو فخر الدين تنتظر اول كره ديالو كره في اتجاه عزيز كان بعيد عليه سبقه رقم 13 اللي هو محمود صالح تكمل الكره الحارس اكرامي محمد
الجهه اليمنى ديال الفريق المصري، وسط علاء نبيل امام حسينه دائم الصراع الكره مع حسينه، تحاول باش يخرج دخل حسينه وتبعد الكره الزاويه. المدرب الوطني خوسي فاريا يستعد الان الفضيلي الزاوية، ولكن الحكم مرة أخرى اللاعبين ديال الفريق المصري باش يعاودوا تنفيذ ضربة الزاوية. غادي يوقع تغيير الآن صفوف الفريق الوطني المغربي، خروج لمريس لمريس اللي اتصاب بالتوعك وموجود الآن في الشرط تياخذ الإسعافات وتعويضه بالفضيلي. ذات الزاويه محاوله خطيره ديال احد اللاعبين اللي راهو جوج ديال المدافعين، واخيرا دخل دورمي مره اخرى قطفه اختلاط على المرمى، انتقلت الكره عند تيمومي. هجوم مضاد ديال الفريق الوطني المغربي، مع ديال العناصر على جوج ديال المدافعين، عزيز فقط اول رقم خمسه اللي تقيم نوعا ما، عزيز يحاول باش يراوغو، عزيز عند تيمومي اللي دخل بيناتهم وخسروه. ضربه جزاء، ضربه جزاء، ضربه جزاء، ضربه جزاء اعتقد تيمو يمشى دخل امام الحارس، كانت تعطينا اصابه ثالثه. لاحظوا الاعاده، عزيز لعند تيمومي اللي داز وسقطوا يعني امام اول الحكم، يمكن الحكم اقرب اللي فاز لان الخطا ارتكب فوق الخط ديال المرمى، ولكن على كل حال فانا كنعتقد بانها ضربه جزاء، لان حتى ضربه جزاء اللي دفعها الفريق المصري كانت يعني ما كانش هناك اجماع ديال الاراء حولها. عز هو اللي غادي يقدر اعتقد تيمومي هو اللي غادي يهيئ الكره، لانه هو اللي واقف قريب 42 دقيقه او ان التيمو يقتل مباشره على كل ثلاثه ديال اللاعبين تيمومي وعزيز وكريمو. عطى الإشارة، عزيز لقداف ضربت في أحد اللاعبين في الدو، سؤلي في اللاعب، الكرة انتقلت بسرعة للفريق الوطني المغربي لعند بيدان اللي أصبح في الجهة اليسرى كظهير أيسر. بيدان ودخل أحد اللاعبين وتحول الكرة لزاوية. إذا الإصابة الثانية ديال عزيز ستكون ريحات يعني الكل هنايا، هذا هو الواقع. إفداد الزاوية مشات عند الفريق المصري، محمود صالح ضايق الحداوي والحكم تيران على ضربة خطأ، نفض الخطأ بسرعة مشات الجهة اليمنى عند علي شحاتة. مجدي عبد الغني مشات عند فخر الدين، عزيز عند فضيل كريمو، كريمو عند عزيز، عزيز تحكمش في الكره ديالو راحت ليه. شرط لفائده الفريق المصري، طاهر ابو زيد ابرز عناصر الفريق المصري في هذه المقابله. نفت خطا بسرعه، تدخل بوحيا بدون ما يرتكب اي خطا وحول الكره للشرط، دقيقه اقل من دقيقه على نهايه المقابله، ومن الان نعلن عن تاهل الفريق الوطني المغربي لاخر دور من اقصائيات كاس العالم ليلتحق بالاشقاء التونسيين والليبيين في اخر دور. محاوله ديال فخر الدين، فخر الدين اللي باقي عنده نفس ويمكن له
يدوز على مجموعه من اللاعبين. بالفعل دائما فخر الدين داز على جوج ديال اللاعبين حتى تصير وتاك الخطا. الحكم خان امتياز ولكن اخيرا على ضربه الجزاء. بسرعه لان قطفه كانت شويه بعيده عن المرمى. الوقت القليل انتهى فاذا كان الحكم عنده شي وقت ضائع. بالفعل كانت هناك بعض التوقفات. اذن هنيئا للفريق الوطني المغربي وهنيئا لنا جميعا بهذا الانتصار. انتصار بين ديال جوج الاصابات لصفر مقابلة كان الهدف منها هو الحصول على فوز. فالفريق الوطني المغربي حصل على هذا الفوز. هذه محاولة ولكن سرعان ما انتهت في يد الحارس الزكي. اذن هنيئا لنا بهذا الفوز و الفريق الوطني المغربي غادي يعرف العام غادي يتقابل خلال اخر دور من اقصائيات كاس العالم بعد ما غتجرى القرعه بين الفريق الوطني المغربي الفريق التونسي والفريق الليبي. والفريق الرابع سيعرف بعد نهايه مقابله الجزائر وزامبيا. وفجاه تعلن الحكم ديال المقابله عن تاهل الفريق الوطني المغربي اللي استطاع يفوز على الفريق المصري باصابتين لصفر. الاصابه الاولى في الدقه 37 من الشوط الاول بواسطه تيمومي. الاصابه الثانيه في الدقه 37 ايضا من الشوط الاول بالشوط الثاني بواسطه عزيز بودربله.